شاركنا بالحراك على كثر الظلم والجور اللي يمارس بحق المدنيين من قبل الجولاني وهيئة تحرير الشام. كنا نخاف من أمنية الأسد، اليوم عم نخاف من أمنية الجولاني، ما فرق علينا ولا شيء. نحن بعد 13 سنة من الثورة السورية، لما طلعنا ب 2011 طلعنا مشان مبادئ معينة بين الحرية والكرامة، وبنرفض الاستبداد وسياسة الرجل الواحد. اللي صار على نظام الأسد ب 2011 هو قادر يثور على غيره. أهدافنا نحن سقوط الجولاني أولا، سقوط جهاز الظلم العام، جهاز الأمن العام اللي مارس أبشع من الأسد على العالم، خروج معتقلي الرأي وتشكيل مجلس انتقالي. يعني في 4-5 قوى فاعلة على الأرض، أغلبها ما بتمثل تطلعات يعني الشعب السوري، فبنأمل نحن لما بيصير تغيير المنطقة يصير في انعكاسات على بقية المناطق.